شريح من دهوك دعاء. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. خدايا از کی دوخ کر مے پنن نیک بندن ہند اعمال تے افکار ورتاونک توفیق عطا، بے بدن سوج بطن بہن نش تھاون دور، بے از کی دوخ کر مے ان جای دار القرار جس سن سوی بہشت ورین چھو، قسم چی پنن معبود آسمک اے تمام عالمن ہند خدا.